يعني معاك تقرير البصمات دلوقتي يا عمرو؟ كويس قوي، ابعتولي فاكس بقى. لا يا اخي، اوتيل ايه؟ اكيد العقيد مصطفى عنده في المكتب بتاعه فاكس. هبعت لك الرقم بتاعه يا سيدي. مع السلامه. ايوه مصطفى، انت عندك طبعا في المكتب بتاعك في فاكس صح؟ طيب ابعت لي الرقم بتاعه، هيوصل لك عليه تقرير البصمات. اقف قدام الفاكس، محدش اطلع على التقرير ده ابدا غيرك انت. يا سيدي انا جايلك حالا. مع السلامه. يا اخويا انا مش فاهمه ايه الهم اللي انت حاطط فيه نفسك ده؟ احنا مش خلاص خلصنا من حكايه الزفت اللي اسمه محمود فرغالي ده؟ يلا بقى يا علي، عايزين نرجع بيتنا. كلي يا حاجه، كلي كلي انت بس، واشربي العصير ده وريحي نفسك. انا مش هرتاح ولا هداري بال ابدا الا ما اعرف صفاضل ده جايبني هنا ليه وعايز مني ايه بالظبط. المصيبه التانيه كمان بتاعت الدكتور عمر بقى الله يرحمه، ما انا لازم اكون ورا الموضوع ده لحد ما اعرف الحكايه بالظبط ايه. اهلا وسهلا يا كابتن، اتفضل. فاضل بيه موجود؟ اتفضل. لحظة واحدة هديله خبر. كابتن أسامة. أهلا يا كابتن. إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. اتفضل. إيه مالك؟ أنا آسف أوي. آسف إن أنا بزعجك تاني ومن غير مناسبة. بس مش عارف أعمل إيه. شريف ووفاء مش طايقين حتى يشوفوا خلقتي، وانت الوحيد هنا اللي ممكن اساله اعمل ايه. مفيش اي ازعاج، انا عايزك تعتبرني زي اخوك بالظبط. اهلا بيك في اي وقت، عايزك تروق كده وتحكي لي ايه اللي معجنك. مش عارف اعمل ايه. ايه ده؟ أنا مش فاهم حاجة أبداً. بقول لسعادتك تقرير غريب الشأن والموضوع شكله كبير. واضح إن سي فاضل ده بلوى كبيرة قوي وإحنا مش واخدين بالنا. بس هو مين في دول بقى يبقى سي فاضل ده؟ أنا عارف بصماته تشبه خمس بصمات، مالهمش دعوة ببعض، مفيش واحدة منهم تتطابق مع الأصل. شوف يا سيدي، ناصر الرشيدي والده شيوعي قديم وسافر لروسيا. وحيد حامد عبد العال صاحب شركة سياحية وعنده بيزنس. بتريكو ستيلو مصري من أصل يوناني وبطان على مركب. الشيخ وهب عليان من هوار السوهاج وعمدة مركز أبو تشت. علاء رحمي مستشار سابق في الخارجية وبيشتغل في الأمم المتحدة. أنت فاهم حاجة؟ لا طبعا، بس يعني إيه البصمات مش مطابقة إنما تشبه بعض؟ يعني ممكن تكون شخص واحد بس مش متأكدين. في مادة كيميائية دلوقتي بتغير خطوط البصمات، ده ممكن كمان عملية التجميد تغير البصمة من أصلها. يعني فاضل أبو الروس ده ممكن يكون أي حد في دول؟ الأنكة بقى لو كان هو الخمسة كلهم. دي مش بس عايزة تمنعني إن أنا أشوفها، دي كمان عايزة تحرمني من بنت رنا، وتهددني إن أنا هتبلغ البوليس عني علشان هددت عمر الدواني. ساعة ما مشيت امبارح وانا ما جاليش نوم، افكار سودة عمالة تروح وتيجي، افكار زي الزفت، فكرت اقتلها، فكرت انتحر، مش عارف اعمل ايه. كان لازم الاقي حد عشان اسأله اعمل ايه. طيب قلت لي قبل كده الدكتور كان كاتب لك على المهدئ لما بتاخده بتركلس كده وبتعرف تنام صح؟ اه. معاك منه؟ لا، بس انا ممكن اشتري. عظيم، يبقى اول حاجه هنعملها انك هتتفضل دلوقتي حالا من غير ما ترد على اول اجزخانه تشتري المهدئ ده وتروح تنام وتنسى خالص الافكار المهببه دي. تقتلها ايه وتنتحر ايه؟ هنخيب. بس على فكره انا مش هعرف اعيش من غير بنت رنا. بنتك مش هتبعد عنك، اطمن. ممكن تديني فرصه بقى انا اتدخل في الموضوع ده؟ ممكن. اهم حاجه دلوقتي تروح تريح وتنام، وبعد ما تصحى منهم كلمني وانا اقول لك عملت ايه.
طيب يعني اما مش انا بقى اسامه، لما الديابه بتهاجم القطيه بتروح على مين؟ بتروح على الضعيف اللي بيركن ويستسلم. سلام. مع السلامة. ألفة هانم، ازاي حضرتك؟ أنا فاضل أبو الروس. أهلا بيكي. إحنا معانا النهاردة. ربنا يخليكي. ده من ذوقك. يا هانم القلوب عند بعضيها، وده في الحقيقة اللي هيشجعني إن أنا أطلب من حضرتك طلب صغير كده، يعني خدمة، ممكن؟ آه طبعًا يا فاضل بيه. اتفضل اتغدى معانا. أنا تحت أمرك في أي خدمة. خلاص، هخلي وفاء تعزم شروات على الغدا. سلام، في انتظار. سلام. تعرضي لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه. وأقلت مصادر أمنية. وبعدين يا معتز، دول لو فضلوا يعملوا تحريات ورا الفلوس المنهوبة دي زي ما بيقولوا، يبقى أكيد هيجيبوك. انت عايزه ايه يا ألفت؟ عايزه ايه؟ انا مش فاهم. الله، وانا كل ما اكلمك في الحكايه دي تقوم تزعق فيا. عايزاني اعملك ايه يعني؟ بص بقى يا معتز، الموضوع ده مهم جدا ويخصني زي ما يخصك بالظبط، فانت لازم تهدى كده عشان نشوف هتصرف ازاي لو قبضوا عليك. ما انا يا هانم بقى مش ناوي يتقبض عليا. ليه؟ هو كان بمزاجك ولا كنت اشطر منهم؟ شفتي؟ انت عايزه تغزيني وتحرقي دمي. ماشي يا ألفت، انا بقى مش ناوي اتغاظ ولا يتحرق دمي. ايه اغيظك واحرق دمك؟ واحنا عيال صغيره معتز. انت فاكره يعني اليخت اللي انا شاريه ده ودافع فيه دم قلبي جايبه ليه؟ عشان اتعايق واتمنظر بيه قدام الناس؟ عشان يبقى عندي يخت؟ لا يا هانم، انا جايبه عشان يوم ما يقولوا يقبضوا علينا اكون واخدك عليه وسايبين البلد وقايلين يا فكيك في نص ساعه. هنشوف اذا كنت هتلحق تهرب ولا لا. برضه مصممه تغزيني وتحرقي دمي يا ألفت. ماشي يا ألفت، لما اشوف اخرتها معاك. ويكون في معلومك بقى، انا مش منقول من هنا، انا قاعد اهو. شوفي لك بقى حته تانية تعملي فيها جلسه العفاريت انت واصحابك. انا واصحابي هنعمل جلسه العفاريت اللي مش عاجباك دي هنا، وانت لو عاوز تقعد احنا ما عندناش اي مشكله، ولو مش عاوز بلاش. وعلى فكره كمان فاضل جاي يتغدى معانا النهارده. ماشي يا ألفت، سايب لك الشريك اقول له اهو. براحتك. كريم، انا كلمت ماما تيجي تقعد معانا هنا يومين عشان تشوف حل معاك ومعتن السعديه. حل الايه؟ حل العشتنا. هيكون حل الايه؟ ولا انت فاكر ان انا هقضي طول عمري كده؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تعليش حسك وانت بتكلميني؟ حاضر، اتفضلي دلوقتي. وهتعمل ايه مع ماما؟ انت مش كلمتيها؟ كلمتها. خلاص لما تيجي هشوف عايزه ايه. اتفضلي. طب والله فاتتك يا شروات. طب والله العظيم انتوا الاتنين عايزين تخشوا مستشفى المجانين. طب ذمتك ما فاتتهاش يا بنتي؟ لسه انت ما فيش حاجه فاتتها، احنا لسه اصلا ما عملناش الجلسه. اوكي، بس التعزيم اللي الشيخ ياسين قالها والراجل اللي قاعد يقرا عليه وتاه منه، ده غير الشموع والضلمه، بجد جو يجنن. ولا كأنك قاعده تتفرجي على مسرحيه. ما عملتوش ليه الجلسه؟ عشان الكلب. كلب؟ كلب. فاضل بيه عنده كلب، والكلاب بتمنع دخول الارواح. طب انتي عارفه احنا كنا بنحضر روح مين؟ لا مين؟ دكتور عمر. انتوا ايه؟ ما عندكمش دم؟ ايه المشكله؟ كنا عايزين نعرف الحادثه حصلت ازاي. انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد. طب انتي بتصدقي في تحضير ارواح؟ لا طبعا. خلاص يبقى زعلانه ليه؟ معتز عامل زيك كده، مش مصدق وفاكرنا مجانين. بس انا بقى ناويه احضر روح ماما عشان اسالها عن حاجه حصلت زمان. يبقى هو ماله بقى؟ وهو ماله؟ فاتتني دي. مساء النور يا فاضل بيه. اهلا اهلا يا فاضل بيه، اتفضل. ازيك يا هانم؟ الحمد لله، اتفضل. مساء الخير يا مدام شروات. كنا لسه بنتكلم عن الكلب بتاعك يا فاضل بيه. قصد حضرتك الشيطان اللي عندي اللي منع الارواح انها تقرب من البيت. خلي بالك النهارده عندنا ناس مش عاجبها حكايه تحضير الارواح دي. مدام شروات مش مقتنع بتحضير الارواح بصراحه. لا ده مش بس شروات، ده معتز وشريف، يعني النهارده عندنا شله بس قاعده للتريقه. يا ستي خليهم يتريقوا براحتهم.
اهم حاجه بس انهم ياخدوا بالهم بالليل. متهيألي احنا مالناش دعوه بقى بالموضوع ده خالص. انا كل التليفونات اللي عملتها امبارح والنهارده قالوا ان هم قبضوا على الوزير عشان نهبل كان بيحصل في قطاع الانتاج، واحنا بقى بعيد عن الحكايه دي خالص. هم قبضوا على الوزير عشان كان من الشله القريبه، واي حد تاني ممكن يتاخد في رجليه. بس سيبينا من الموضوع ده دلوقتي، اللي يحصل يحصل، خلينا نركز في الشغل الاهم. انا جهزت كل اللي اتفقنا عليه، يعني احنا ريدي نقعد مع فاضل. بس انا خايفه بقى لحسن شهير بيغير رايه في الموضوع بعد حادثه دكتور عمر دي. يغير رايه ليه؟ ده راجل جد مش بيهزر، وكمان ده بيزنس مهم بالنسبه له وهيجيب له فلوس. على العموم لو غير رايه احنا هنكمل عادي جدا في مشروع، وانا هجيب مولين تانيين معانا. بس انا نفسي شهير بيه يبقى الاونر الاساسي، ده شكله راجل بيفهم وفوق كل ده هيريحنا قوي. ما تقلقيش، هو متحمس جدا للمشروع ده وهيخش معانا بكل قوته. خلاص يبقى نقعد مع فاضل بيه ونراجع الورق بتاعنا، وبعد كده ناخد ميعاد تاني مع شهير بيه. هو راجع امتى من مصر؟ قالوا لي النهارده بالليل. بس على فكره انا مش قابل سي فاضل ده. يوه، هو احنا بقى اللي هنعيد وزيد ولا ايه؟ الو استاذ فاضل. انا سلمى الطلاني، ازي حضرتك عامل ايه؟ انا كنت بكلم حضرتك يعني عشان ناخد ميعاد تاني عشان نقعد نراجع الشغل. طبعا انا جهزت انا وكريم كل اللي اتفقنا عليه. هايل. طيب اوكي يا مدام. بقول لحضرتك ايه، احنا ممكن النهارده بالليل نتقابل لو ده كان مناسب ليكم. انا عندي بس شويه مواعيد لغايه بالليل اخلصها واتصل بيكم، وبعد كده ممكن اعدي عليكم في الاوتيل. اوكي عظيم، خلاص اتفقنا. مع السلامه، مع الف سلامه. تعرفي يا مدام شروات، انا من يوم الحفله بتاعت شهير بيه انا نفسي جدا ان انا اقعد معاكي واتعرف عليكي. عارفه ليه؟ بصراحه مش عارفه ليه، بس عموما انا سعيده جدا بلقائنا النهارده يا فاضل بيه. الطريقه اللي اتصرفتي بيها مع ميار يوميها بتقول انك انت حد قوي ومسؤول بيعرف كويس قوي يراعي الناس اللي حواليه ويخاف عليهم، يحوطهم بجناحه، وبتقول كمان انك حد مركز قوي واخد باله من كل التفاصيل الصغيره اللي بتدور حواليه، بيعرف دايما يتصرف بهدوء وثقه. الكلام الكبير ده كله هو مرسي قوي على تقديرك، بس برضه مش للدرجه دي يعني. طب افتكري كده معايا السلاسه اللي سحبت بيها ميار من غير ما يحصل اي توتر. يعني هو التوتر كده كده موجود، في مشاكل كتيرة قوي ما بين ميار وكريم وكل الناس عارفة، وأنا عارفة طبعاً أخويا بيتصرف بسخافة، بس هي كمان بتتصرف بعبط ومعيلة، وده دايماً بيعمل مشاكل بدون أي مناسبة. أنا يعني كنت كل اللي عايزة أعمله إن أنا أعدي الليلة من غير أي مشاكل. شفتي بقى؟ صدقتي إن أنا كان عندي حق؟ يعني مهتمة قوي بأخوكي ومراته وبمشاكلهم وفاهمة عيوب كل واحد فيهم، وساعات ما بتحسي بالخطر ما بتستنيش، بتتصرفي بسرعة وبتتصرفي صح، وأهم حاجة أهم حاجة إنك بتتصرفي من غير ما أي حد ياخد باله إن كان في مشكلة أصلا. أنا حاسة إن أنت مكبر الموضوع. مكبر الموضوع ده إيه؟ طب بلاش ده كله، شغلك. شغلي؟ طبعًا، قصائد المدح اللي إحنا بنسمعها طول الوقت عنك، كفاءاتك ومهاراتك، كونك أصغر وأشطر مستشارة وزير في مصر، ده غير طبعًا موقفك المشرف والأصيل في موضوع أسفين يا ريس. واضح يا فاضل بينك تعرف حاجات كتير قوي. اسمعي. مرسيح. والله أنا بعرف شوية حاجات. قولي لي بقى، يا ترى الدنيا دلوقتي راقد من كريم وميار ولا لسه؟ يعني شوية كده وشوية. طيب أنا حاسس إنك يمكن لو ضغطت عليهم شوية الدنيا ممكن تهدى؟ لا لا لا، عمر المشاكل العاطفية ما بتتحل أبدا بالضغط، بالعكس بتزيد. الحل الوحيد هو المسايسة. فعلا؟ ده رأيك؟ أي رأيي بجد، أنا طول عمري بفكر كده. عظيم. طيب ليه بقى بتضغطي على الكابتن أسامة جامد قوي كده؟ أفندم، أولا موضوع أسامة ده موضوع شخصي، فياريت يا فاضل بيه ما دخلش نفسك فيه. أنا عارف طبعا إن ده موضوع شخصي وإن أنا ماليش الحق إن أنا أتكلم فيه، بس الحقيقة حالة الانهيار اللي أنا شفت فيها أسامة النهاردة الصبح هي اللي بتخليني أتجرأ وأستسمحك إن إحنا نتكلم عنه شوية صغيرين. أنا آسفة، مش سامحة. مش أنت بتقولي تستسمحني؟ أنا بقى مش سامحة.
مدام شروات ارجوك ما يعني انا مش قصدي اضايقك خالص، بالعكس ده انا بقول لك انا عاوز اتعرف عليك. بصي انا عارف ان اسامه انسان موتور وقرعن وفاهم كويس قوي انه بيتصرف بمعياله، بس انا كمان متاكد انك اذكى منه وانك انت تقدري تحجميه وتسيطري عليه، بس انك تحرميه من بنته ده موضوع ممكن يخليه يتجنن، ممكن يخليه ينتحر، ينتحر بجد مش هزار، بتهيألي دي تبقى أسوأ زيادة. يا حضرة أنت ولا يا فندم ولا معرفش اسمك إيه، أنا قلت لك إن ده موضوع شخصي ومش مستعدة أتكلم فيه، فيا ريت بقى تخليك في الألعاب بتاعتك والكلام الحلو ده، تحضير الأرواح والهلس ده، وتنسى الموضوع ده أصلاً. فاكرة نفسك مين يا هانم عشان تتكلمي معايا بالطريقة الوقحة دي؟ ده يا سبحان الله فعلاً، ده البني آدم ده ما بيملاش عينه إلا التراب صحيح. بقى انا قاعد احايل فيكي وسايسك علشان تفهمي تقومي تفتكري نفسك مهمه بجد؟ لا يا هانم انت ولا حاجه اصلا. اتجننت؟ اسمعتي هنا ما كملتش كلامي، حطي حالها في ودنك. اسامه هيشوف بنته، انا هشوف بنته، برضاكي غصب عنك رجلك فوق رقبتك هيشوف بنته. اتفضلي. انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. اتفضلي يا سومي. حلو قوي الفيلا. ميرسي يا حبيبتي. الهام جهزي اوضه الضيوف لمدام اسماء. يلا تعالي اوريك الترس. حضرتك تحب ارتب لاي حاجه ثاني ولا اطلع انا على الاوتيل؟ لا اتفضل انت يا سامح، وانا احب ارتب معاد ثاني بالتليفون لموضوع محطه التلفزيون. على اذنك شد حيلك. السلام. اعملي لي قهوه ثاني المكتب. واو الفيو يجنن بجد. احلى حاجه هنا انك تسترخي وتعيشي مع نفسك وتنسي كل حاجه. مش عايزه تعملي كده؟ لا عيشي انت مع نفسك براحتك، لكن انا لو قعدت مع نفسي اكتر من 5 دقايق ممكن اتجنن، انتحر، اعمل حاجه في نفسي. مش هتكلميه بقى؟ يلا لما نطلع فوق هكلمه. تعالي بقى افرجك على باقي الجنينه. يلا. القهوه يا بي. حطيها عندك. القهوة. يا بنت انت مش واقفة على بعضك ليه؟ ما قلت لك حطيها. طيب حاضر. نوري. حاضر. عندك حق يا فاضل بيه. أسامة انسان ابن حلال وطيب وانا عارف كده كويس، بس برضه مجنون. ده طلع عين شروات. تصرفاتها الاخرانيه معاه بسبب جنانه، يعني هي كده هتقهره من الباب للطاق؟ يا سيدي انا مصدقك والله، بس برضه ما ينفعش انها تحرمه من بنته، دي تبقى اسوأ زياده. انا معاك ان اسامه بني ادم مجنون، بس هي كمان واخده في نفسها قلق. يا جماعه سيبكم من الحاجات دي وخلونا في الاهم. في حاجه انا عايز افهمها، موضوع الارواح ده هتعملوا فيه ايه بالظبط؟ انت قلق نفسك من ايه؟ انا نفسي افهم، شاغل نفسك ليه بموضوع مالكش فيه؟ ايه اللي قلقك؟ يا سلام، عايز تملي البيت هنا ارواح وعفاريت وتقولي قلق نفسك ليه؟ يا ابني عفاريت ايه ومعفاريتش ايه اللي انت شاغل دماغك بيها؟ احنا عايزينك توفر دماغك للامور التقيله. دلوقتي انت مش اتفقت مع رجب على المشوار بتاع بكره؟ حصل. خلاص يا سيدي، اهو ده بقى موضوع يحتاج منك تركيز ويحتاج منك روقان. سيب لنا احنا بقى موضوع العفاريت، احنا هنعرف نصرفه. اهو الشيخ ياسين وصل. يلا يا عم يلا نخلع احنا من قعده الجنان دي. اطلع يا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليكم. يا اتفضل يا عم الشيخ. يا استاذ فاضل قاعدين ندور عليك من الصبح يا راجل. يا سيدي خلاص بقى الله يخرب بيت الدوشه بتاعتك. اتفضل اتفضل. تعال يا ممدوح. تعال الاستاذ فاضل حبيبك اهو. اهلا يا حبيبي. يا راجل دوختنا في المكان العجيب ده. السلام على من اتبع الهدى. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا شيخ ياسين، نورتنا. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. يا رب يا ساتر. اهلا اهلا اتفضل. تعالى ممدوح جنبي. فاضل بيه كنت عاوزه حضرتك في حاجه. تحت امرك. اتفضل. تحت امرك. انا ممكن احضر روح مامه معتز الله يرحمها، كنت عاوزه اسالها على حاجه، ينفع اسال الشيخ ياسين؟ بصي هو من ناحيه ينفع ينفع، بس الافضل ان احنا نفضل النهارده مركزين في موضوع الدكتور عمر علشان ما نشتتش الطاقه. واخد بال حضرتك كده كده الشيخ ياسين موجود معانا يومين، بس انت لازم هتحكي له الاول انت عايزه تساليه على ايه بالظبط. هحكي له على كل حاجه، بس انا عاوزه الموضوع ده يفضل سر ما بيننا. ممكن؟ طبعا ممكن. تحت امرك. اوكي اتفضل. اتفضل. طمنيني
طب وانت قلتي ايه لمامتك؟ قصدي يعني ايه المشاكل اللي انت حكيتها لها عشان تحلها لك؟ قلت لها كل حاجه يا شروات، وكمان قلت لها ان انا عايزه اتطلق. وهي قالت لك ايه؟ ما رضتش تقول لي اي راي، عايزه تيجي الاول وتقعد معانا. والله يا عين العقل. معلش يا ميار، هنكمل كلامنا بعدين بعد اذنك. دي على بابي، لو عايز يشوفك خليه يجي لك هنا تقعدوا مع بعض في الجنينة. مش ممكن نروح البحر؟ لا. أنا يا بابي عامل ايه كويس؟ لسه مقفول، كلمه كمان شوية. قولي لي بقى، هو جوزك كان مكتوم ليه طول الرحلة؟ ده ما نطقش بولا كلمه. ما انا قلت لك الوزير اللي مات ده ما كانش بس ابن خالته، ده صاحبه كمان، ده غير انه مات في حادثه غريبه ومش مفهومه، فتلاقيه لسه مصدوم. انا قلت يعني الكتمه دي بسبب اللي حاصل في البلد. لا بالعكس، ده اللي حاصل في البلد بقى مخليه متحمس للشغل ونشيطه. يا شيخ مش خايف لقبضه عليه؟ انت اصلك ما تعرفيش شهير، شهير ما بيعرفش يخاف، قلبه ميت ولما يعوز حاجه بياخدها. استني بقى اجرب اكلمه تاني. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ياسين. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مش برضو الدكتور عمر؟ عسل ايش؟ عايزين ايه احنا؟ مش عايزين حاجة، احنا بس كنا بعتنا مرسال برسالة، كنا عايزين نطمن الرسالة وصلت صح ولا لا. انت ضايع من الديوان، انت ضايع من الديوان ايش؟ الدكتور عمر الديواني، الدكتور عمر الديواني، احنا كده الحمد لله اطمنا ان مطلبنا وصل. انا تعبان. عارف عارف يا دكتور عمر انك تعبان، انا مش هتعبك، هو سؤال واحد، الحادثة اللي حصلت لك حصلت ازاي؟ تضع. انا عارف عارف انها ارادة الله، ولكن كلنا عارفين ان ربنا بيسبب الاسباب، احنا عايزين نعرف السبب عشان حقك ما يضيعش. عند ربنا طبعا، عند ربنا كلنا حقوقنا، عند ربنا كلنا حقوقنا، عند ربنا ونعم بالله. بس مين اللي قتلك؟ الله. ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين، ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. خلاص خلاص، انا مش هسألك السؤال ده، انا هسألك عن حاجة تانية خالص. الحادثة اللي حصلت لك، حصلت لك بفعل فاعل ولا قضاء وقدر؟ اسامي تعبني قبل النفس. خلاص الله امر الله ونفس. طبعا امر الله ونفس، احنا كلنا عارفين ان امر الله ونفس الحمد لله. بس برضو عشان حق ربنا عليك وعلينا، لازم اي حد يجرم ياخد جزاؤه. ربنا نفسي ازاي؟ يا نفسي تلوم اخ. ونعم بالله ونعم بالله، تلوم اخ. كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على اخفاء السر، وان اللي يفشي السر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ربنا ممكن يخسره الدنيا والاخره. يا تعبان نفسي تعبان. انا عارف انك تعبان. خلاص خلاص خلاص. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. عودي عودي ايتها الروح الى مستقرك الذي اختاره لك الله سبحانه وتعالى. انصرفي انصرفي انصرفي. اه فوق فوق يا ممدوح، فوق فوق يا ممدوح. فوق يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله، الجلسه انتهت. اولع نور يا شيخ ياسين. ولع يا هانم. هو ما رضيش يتكلم ليه يا شيخ ياسين؟ ما هو قال لك يا هانم ان ده عهد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى انه يصون السر، وبعدين هو ده اللي خلاه يجي لنا وهو متضرر، واذا ضغطنا عليه اكتر من كده ده هيزود من عذابه والمه. استغفر الله العظيم.
انا مش عارفه اذا كانت دي فعلا روح الدكتور عمر ولا لا. انت بتقولي ايه يا الفت؟ لا طبعا روح الدكتور عمر. هو بعد اذنك يعني يا شيخ ياسين، الهوانم من حقهم انهم يتشككوا قليلا اذا كانت دي روح الدكتور عمر ولا لا، على اعتبار يعني انهم كانوا يتصوروا انه هيسمعوا صوت الدكتور عمر. معقول؟ معقول يا استاذ فاضل تيجي منك انت؟ لا ما هو معشان ده انت سيدي العارفين يا اخوانا، الجو يؤثر في عالم الارواح، في عالمنا نحن الصوت بيتحرك عبر الاثير. صحيح. والاثير له ثقل، ثم ان الصوت بيصطدم بالاجساد، اجسادنا واجساد الحيوانات والنبات والجماد وما الى ذلك. اما في عالم الارواح الصوت بيتحرك بحريه اكبر، لان في عالم الارواح لا توجد معوقات تعيق حركه الصوت، وبالتالي ده بيكسر الصوت رنين خاص بيخليه مختلف زي ما انتم سمعتوه كده. وعاده في جلسات تحضير الارواح اللي زي اللي احنا عاملينها دي بينزل الحجاب بين عالم الارواح وعالمنا نحن، فينتقل الصوت من عالم الارواح الى عالمنا بنفس رنينه اللي سمعتوه دلوقتي. وبعدين اذا كان اللي جالنا دلوقتي ما هياش روح الدكتور عمر وكان عفريت من الجن، والعياذ بالله والعياذ بالله، الم يكن من السهل على هذا العفريت ان يقلد صوت الدكتور عمر؟ مش كده ولا ايه؟ صحيح صحيح حضرتك ادرى طبعا. وبعدين في هناك مقوله بتقول ان عاده في جلسات الارواح اللي بيجي هو القرين بتاع المتوفي مش روحه. والله اعلم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا إيه يا أستاذ فضل؟ كده طبعا يا شيخ ياسين كده، ومن قال لا أدري فقد أفتى. أنا بقول بقى نتوكل إحنا على الله علشان أكيد ابننا ممدوح تعب بعد هذه الجلسة العطرة. طبعا ممدوح في الجلسة دي بيتعب جدا. الو، قفل تليفونك ليه كل ده؟ الحمد لله على السلامه. اولا كان عندي جلسه تحضير ارواح. ايه جلسه تحضير ارواح؟ انت بتكلم جد؟ وانا هاظر معاكي ليه؟ كنا اصحاب مثلا؟ وحياه ربنا كنا بنحضر ارواح. لا انا مبهوره بيك فعلا. يا سلام، مبهوره من ايه؟ ايه الغريب في كده؟ ايه الغريب في كده؟ غبت يومين ورجعت لقيتك بتحضر ارواح وتقول لي ايه الغريب في كده؟ قول لي بقى كنتوا بتحضروا روح مين؟ لا مش هقول لك، بحكي لك بعدين. بس هتحكي لي بالتفاصيل المملة، هشوفك امتى الأول؟ النهارده مش هينفع، عشان رايح دلوقتي أقابل كريم وسلمى ونتكلم في الشغل بتاع المحطة، بس مش عارف أخلص امتى. أقول لك تعالي نتقابل بكرة من بدري، نطلع نصطاد سمك وبعد كده نشوي. طيب ماشي. خلاص يبقى نتكلم الصبح. خلاص أوكي، باي باي. باي. هنتقابل بكره الصبح وهنقضي اليوم كله مع بعض. ما قلتيلوش ليه اني جايه معاكي؟ انا عايزه اخليها له مفاجاه. انا كده ابتديت اتوتر. يا ستي بلاش توتر، انا مش ناقصه كمان. ايه دي؟ حاضر يا شهير بيه. حاضر. انا هظبط مع سلمى وفاضل بيه ميعاد ونبلغ. اوكي يا فندم. مع السلامه. كويس ان هو اللي اتصل وقام نرتب ميعاد تاني. وانا هقول لك اي كلام؟ مش قايل لك واخد الموضوع جد من الاول، بس واضح ان عنده مشكله. مشكله ايه دي؟ بيقول ان عنده مشاكل يلاقي ناس تمول معانا، كل اللي معاه فلوس بيجري بيها بره دلوقتي. اهو فاضل بيجي اهو. مساء الخير. مساء النور. خليك. ازيك يا مدام؟ ازي حضرتك؟ معلش احنا طبعا كان المفروض ان احنا نتقابل تاني يوم ما كنا مع بعض، بس جت وفاه الدكتور عمر دي ربكت الدنيا. تالي ربكتكم انتوا كمان؟ طبعا طبعا. البقيه في حياتك. بقاء لله. عموما شهير بيه رجع من مصر واتصل بيا يطمن عملنا ايه. قلت له هنظبط ميعاد ونبلغه. طب انتوا مش شايفين انه ممكن يبقى مش مناسب ان احنا نعمل معاه ميعاد شغل في وسط اللي هو فيه دلوقتي؟ متهيألي مفيش اي مشكله ما دام هو اللي طلب ده. خلاص ما دام شايفين كده اوكي. هو كمان قال انه عايز يكلمنا في موضوع التمويل، واضح ان في مشاكل. مشاكل ايه؟ كل الناس بتهج بره البلد يا فاضل بيه، مفيش حد عايز يغامر بنكله واحده. طب ما هو ده طبيعي جدا. بصوا انتوا الحل الامثل لمشكلتكم، وده اللي انا ناوي اتكلم فيه مع شهير بيه باذن الله لما نلتقي.
انتوا لازم يكون معاكم مستثمرين من الخليج، مفيش حل تاني. اولا ده هيساعدكم في التسويق، ثانيا هيدولكم فرصة انكم تستفيدوا من الاستوديوهات المتطورة الكتيرة اللي بتتبني هناك، ثالثا وده الاهم هيقلل نسب المخاطرة في الاستثمار وهيعلي فرص الائتمان، ودي حاجات مهمة جدا في ظل الازمة الاقتصادية المنيلة اللي الدنيا كلها عايشاها. بصراحة كلامك كل ما اقول لحد دلوقتي، بس في حد بترشحه معايا؟ لا كريم، انا مش عايز استفيد خالص، انا عايز اخدمه بس. انت وشهير بيه مش هتغلبوا انكم تلاقوا الحد ده او اكتر في وسط علاقاتكم الكتيرة الراقية، مش كده ولا ايه يا مدام؟ متهيألي بقى نبص على الشغل اللي احنا جهزناه الاول، ولا ايه رأيك؟ تمام، يلا بينا. تمام، احنا عملنا الخطوط الاساسية لاتجاهات المحطة، اتجاهات البرامج، الشيرز. صباح الخير يا محتسب. ايه؟ صباح الفل يا رجب. احنا ميعادنا معاهم الساعة كام؟ انا قلت لهم على اخر النهار وهكلمهم الاول على اساس تكون ظبطنا امورنا ونقلنا الحاجة وطمنا على الحالة هناك. على عموم الحالة في القرية هناك بقت 100 100، مكان الشغل اتقفل والعمال كلهم مشوا وجبنا حراسة جديدة من مصر، مفيش حد فيهم يعرف حاجة عن أي حاجة. تعال تعال عشان تشوف القتيل. تعال اتفضل يا رجب. يا سيدي الشنطة بالدهن. تمام، هناخدها في عربيتك ونرجع الفيلا بتاعتنا، نسيب عربية الريس ونكمل بعربيتك. أول ما نوصل القرية هسيبك وأروح لهم الغردقة، وأول حاجة هعملها هاخد الموبايلات بتاعتهم، وعلى الطريق هغمي عينيهم عشان محدش يعرف يوصل لنا أبدا. 10 10، يلا بينا. جبت الطبانجة زي ما قلنا؟ طبعا. تمام، احنا اليومين دول بقى هنقعد مفنجلين عينينا مفيش نوم، معمرين الطبنجات بتاعتنا وشادين الاجزاء كمان، عشان اي حد فيهم يفكر يعمل اي حاجه هندفنه هناك قبل نمشي. يلا يا عبد الحاج. بقول لك ايه يا معلم سيد؟ بشر صاحبك وقول له طلبه اتقضى. بالله عليك يا شيخ اتقضى؟ ايوه يا معلم سيد، هضحك عليك ولا ايه؟ عرفت اجيب قراره من رسال الشوم ده، كان بيبيع لنا سلاح ويبلغ عننا الحكومه. الخبر ده عليه حلاوه كبيره قوي يا سيدنا الشيخ. وانا كمان حلاوتي مني ليك، انا ليا حلاوه تانية. هو مش اداك شوف الاسامي كلها؟ حق ربنا ادهالي، وانا كمان قضيت له خدمه وعايز منه طلب تاني. طلب ايه؟ لا دي حاجة هقولها له بينه وبينه، أنت بس كلمه وبشره وقول له يكرمنا بزيارة تانية. ماشي يا عم الشيخ. جرى إيه يا أسماء؟ وترتيني. ما أنا كويسة أهو. طب اظبطي، أنت بالمنظر ده هتفضحينا. حاضر. يلا. اهلا بالقمر. صباح الخير. صباح الفل. ايه ده، قمرين مش قمر واحد؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. فاضل ابو الروس، طبعا مفيش داعي اعرفك نجمه السينما والتلفزيون اسماء. طبعا، نار على العالم.